Welcome to Times Square. اهلا وسهلا فيكم في نيويورك، مدينة الفاشن، مدينة الموضة، مدينة البزنس، مدينة المال والأعمال، وأيضا The Big Apple أو التفاحة الكبيرة. نحن الآن بدأنا في تايم سكوير اللي بقع بين 41 و 53 ستريت، وطبعا هو من أهم الأماكن لازم تزوروها في نيويورك. بيصلوا حوالي 50 مليون زائر بالسنة، يعني 330 ألف شخص باليوم. طبعا قبل 1904 تايم سكوير كان اسمها لونج ايكر سكوير، ولكن ادولف اوتش اللي هو صاحب الببلشنج هاوس نيويورك تايمز جاب الهيد كوارترز او المبنى الرئيسي لهم الى هذه المكان وسماها بالتايمز بيلدينج، وعشان هيك اجا اسم تايم سكوير. نحن الان بالسبوي، اول شغله بتشعرها بالسبوي البول، يعني غريبة. طبعا مدينة نيويورك تعتبر من المدن المشهورة بالفاشن والمبيع، ولكنها صراحة بتلاقي وسخ كتير. طلع مصدر زبالة هون، هاي الوسخ على الأرض في كل مكان. حورجيكم يعني شوفنا شغلات بعيد عنكم مقززة، حتى شايفين شغلات مقززة للأسف. يعني جميل ان نحافظ على النظافة والهاي، ولكن هذا واقع. اشهر العروض المسرحية اللي بتصير في العالم تبدأ من هذا الشارع برودواي. احكي لكم عنه شوي، بس شوفوا المنظر الجميل. طبعا هو ملاصق للتايم سكوير. برودواي زي ما شايفين من الجانبين في مسارح، مسرحية جديدة، لا هذا دعاية، ولكن من أشهر الأماكن اللي ممكن تيجوا تحضروا فيها عروض، مثل عرض الكاتس إذا بتتذكروه بدأ من هذا المكان، عروض كثيرة لميزراب الأخرى بدأت من هذا المكان. نحن الآن هاي اسم الشارع برودواي، شايفينه. طبعا التسمية جاءت لما الهولنديين كانوا عملوا هذا الشارع اول ما كانوا ماسكين مانهاتن، وبعديها اجوا البريطانيين، كانوا الهولنديين مسمينه The Gentleman Way، اجوا البريطانيين شافوه عريض كتير فسموه The Broadway. القسم الموجود فيه مسارح اسمه The Great White Way او الطريق الابيض العظيم، هو اللي فيه موجود اكثر مكان فيه مسارح، هو بين ال 42 افينو وال 53 افينو، طبعا داخل جوا التايم سكوير. كان رائع تايم سكوير، يعني لا يعلى على تايم سكوير. من هذا المكان تكون دائما الساعة تدق من 10 الى 0 لتعلم العالم بداية السنة الجديدة في نيويورك وكثير من الدول الاخرى. في هذا المكان اللي هو World Trade Center كان أكبر مبنى في نيويورك التوأم اللي أسقط بعملية اصطدام بطائرات في سبتمبر 11 2001. الآن إحنا في أهم الأماكن اللي تم بنائها حديثا بذكرى الناس اللي توفوا في أحداث 11 سبتمبر 2001. نذكر في هون كان عمارتين كبار اسمهم World Trade Centers اللي هم مركز تجارة العالمي الأول والثاني، في بوينغ 774 صباحا ضربت الأولى، بعدين تبعتها الثانية وانهاروا كلاهما وتوفى تقريبا 3000 شخص في هذا العمل. هذا العمل غير التاريخ على مستوى العالم، يعني أحداث سبتمبر كان لها تأثير خاصة على الشرق الأوسط. هون حطوا هذا النصب التذكاري الكبير عبارة عن مي وأسماء الأشخاص اللي توفوا في هذا المكان. طبعا عمل كان للأسف جاب ويلات خاصة على منطقة الشرق الأوسط. أترككم مع هذه الأصوات والمنظر. نحن الآن في الوول ستريت، شارع الأعمال، شارع المصاري.
وطبعا اشهر شغله في وول ستريت هذه البقره اللي بيجوا الناس او هذا الدور بيجوا ناس كلهم عشان يتصوروا معها وتجيب لهم حظ. وراي شارع الماني ماني. هذا هو مبنى نيويورك ستوك اكستشينج اللي هو مكان التبادلات التجارية اللي بتصير في نيويورك. والله وعم مسكرين قدامه وراه بوليس ولا تقول بنك دولي، انه هذا المكان مصنع فيه قرارات تجارة في العالم كله. طبعا كلنا بنعرف انه نيويورك كانت محتلة من الهولنديين في البداية وكانت تسمى نيو امستردام، وهم اول من سمى ديوالا ستريت او وول ستريت، وهذا الاسم اللي اجى منه الوول ستريت في الفاينانشال ديستريكت تبع منهاتن. طبعا الان احنا رايحين على الستاتيو اوف ليبرتي او تمثال الحرية، هنستخدم الستيت ايلاند فيري هذا بلاش. طبعا تمثال الحرية وستاتيو اوف ليبرتي كان هدية احنا كنا بنعرف من الشعب الفرنسي الشعب الامريكي عشان استقلالهم، وهي بدأت من شخص اسمه فريدريك اوغستس بارتولودي، هو اللي فكر بالفكرة. وفعلا كل اشي انعمل بفرنسا وذي شبت يعني ارسلوها لامريكا وامريكا اعطته وعملت هذا الجزيرة. ومكان هذه الجزيرة انه هو فاتحة دخول لمنهاتن، ومعظم المهاجرين الجدد كانوا يدخلوا عن طريق هذه هذا المكان. ونشوفوا هذا التمثال الرائع في اكتوبر 28 اكتوبر 1886 اي قبل 3 سنوات من انتهاء من تشييد برج ايفل، تم وضع هذه الستاتو في مكانها وعملوا لها حفلة كبيرة جدا. الآن إحنا على بروكلين بريدج اللي هو من أشهر المعالم، هو كان أول جسر وأعلى جسر معلق مستخدم فيه الستانلس ستيل، بدأ فيه أو السيفل إنجينير اللي بدأ فيه اللي هو جون أوغستس روبلين، وابنه واشنطن روبلين هو كان التشيف إنجينير تبع البروجكت. بدأ في 1869 زي ما انتم شايفين وانتهى البناء منه في 1883 exactly في May 24th. طبعا هذا الجسر مرتفع حوالي 38 متر عن سطح الماء، وخلال بنائه توفي 27 شخص منهم أبوه لواشنطن روبلين اللي هو كان chief engineer اللي هو أصلا صار عنده إعاقة خلال هذا وكان بس يرشد الناس. كلف مبلغ 25 مليون دولار بعد 14 سنة، ولكن كان في هناك غرفة عاملها روبلين للأشخاص اللي بيعملوا عشان يشربوا فيها واين أو كحول وبعدها يقدروا يريحوا شوي عشان ما يصير عندهم توتر عصبي. طبعا هذا الجسر مشهور بأنه ناس كثير بتحط عليه أقفال حب، لأنه هذا الشغلة ممنوعة رسمية وقانونية، تنبسطوا على لازم تنفوا عليه تنبسطوا. مرحبا يعطيكم العافية، احنا الان في التشاينا تاون في نيويورك، هذا الشارع اللي هو دوريس ستريت، هذا من الشوارع اللي كتير انشهرت في الحياة الفعلية في التشاينا تاون. شايفين هاي الزاوية؟ هاي الزاوية العمياء اللي خلت هذا المكان دائما ومخفي شوية للقتال بين العصابات والمافيات الصينية. كان في اخر اول التسعينات واول الثمانينات اخر الثمانينات لما كانوا يجوا تشاينيز وركرز عشان يعملوا الريل واي او طريق منهم كثير انتقل الى نيويورك عشان يعيش، فكان في عصابات صارت تتكون عصابات، وشايفين هاي الزاويه او بلايند سبوت، فما كانوا يعرفوا انهم جايين، فكان هذا الشارع يسمى بلادي الي او شارع الدم. ليش؟ لانه بسبب هاي الزاويه شايفينها هاي اللي احنا فيها، كان هون يصير قتل ورشاشات لبعض وقتلوا بعض واسلحه واسيوف. فهذا الشارع من اشهر الشوارع، الان صار مطاعم وحالات حلوه. اذا حابين تجوا على نيويورك لازم تزوروا هذا الشارع. طبعا نكمل معكم اليوم
بالتشاينا تاون. تشاينا تاون طبعا بدأت بشكل مصغر عندما جاءوا المهاجرين الصينيين اللي كانوا بيبنوا بسكك الحديد في أمريكا وكندا، وجاءوا واستقروا في نيويورك لأنه كانوا يعتبروها منطقة جيدة تجاريا، خاصة أنها كانوا يجيبوا فيها بضاعة ويحاولوا يبيعوها في هذا المكان. تشاينا تاون انشهرت كثير في الفترة الأخيرة لأنها تعتبر أكبر تشاينا تاون في نورث أمريكا. عدد المحلات والتجارة اللي بتصير فيها تجاريا كمان هي أكثر مكان بصير فيها عمل يعني صفقات تجارية مع الأمريكانز. تشاينا تاون هون الجميع متعايش زي ما انتم شايفين، تايوان تايوانيز والتشاينيز والهونكونيز والغواندون كلهم عايشين بسلام وأمان في هاي المنطقة. يعني جميل جدا انك تيجي تمشى فيها، كبيرة كثير بصراحة، تستاهل. اوكي، احنا الان عند امباير ستيت بيلدينج. هذه من اهم المباني الموجوده في مدينه نيويورك. طبعا في الاعلى في مكان تقدر تطلع، احنا طلعناه زمان مش هطلعه مره ثانيه، تقدر تشوف نيويورك فيه. وكانت هاي من اعلى مباني العالم سابقا، وكانت من اهم المباني في نيويورك قبل مبنى التجاره العالمي، ولما انهار المبنى طبعا صارت هي من اهم المباني مرة تانية في مدينة نيويورك. لذلك هذا المبنى له تاريخ عريق، يعني لازم تشوفوه على 34 افينيو. مكان جدا رائع وجميل، ومبنى بطريقة مبنى بطريقة جميلة، وعملوا عليه فيلم اذا بتتذكروه اللي هو بيج كونغ. طبعا مشكلة الناس بدون بيوت ومشردين كبيرة هون في نيويورك. طبعا هذا يعني كنت نايم. اليوم وصلنا على نيويورك بابليك لايبرري الموجودة على 42nd افينيو، من اهم المعالم والأقدمها. جميل جدا، ما في اشياء كثير جوا، يمكن المنظر العام هورجيك اياه، ولكن استاهل تزوره. هذا مبنى ثاني على 50 ستريت 49 و50، اسمه روكفيلرز بيلدينج او توب اوف ذا روك. برضه بتقدر تطلعوه، منظر جميل من فوق. من اهم المباني اللي فيها بزنسز، وفي اعتقد قناه الان بي سي.
طبعا على شارع الفيفث افينيو اللي هو من اشهر الشوارع الموجوده في نيويورك يقع ترامب تاور، وهذا طبعا انشهر كثير بعد قدوم ترامب للسلطه واصبح مركز السياح ترامب تاور. هاي التشيرش من برا كبير جدا المبنى هذا، خلينا اصور لكم اياه هيك. هذا جدا على 5th Avenue 51 اشهر المعالم، كنيسة سان باتريك. هاي الكنيسة ضخمة جدا، طبعا في اكثر من سان باتريك بس هاي هي المهمة، وهاي تعتبر يعني المرجعية الكاثوليكية في نيويورك. هاي اغاني مغربية، هاي سان باتريك، يعني ندخل عليها. مدخل الكنيسة، واو المدخل تجيبي. هذا اللي حنخدكم عليه اسمه روزفلت ايلاند ترام، هو عبارة عن مكان جميل جدا هون على 59 وسكند افينيو 59 وسكند. راح يخدنا من فوق هذا الجسر بدون بكابينة مفتوحة، سعره زي سعر المترو عادي يعني عن طريق الكريدت كارد. هذا مكان اسمه Grand Central Station، هي محطة قطار جميلة جدا من الداخل وكبيرة طبعا، منظر خيالي. الله هون
سنترال ستيشن. هذاك المبنى اسمه كرايزلر. كرايزلر هذا من المباني المشهورة في مدينة نيويورك. وهذا المبنى اسمه ون جراند سنترال بلايس. This is New York, guys.